بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم إيمان الخراز، معلمة التربية الإسلامية من أكاديمية مدارس رؤى الفاروق. درس اليوم سادس، مخرج الجو. والأهداف اللي راح نحققها إن شاء الله أن نبين معنى المخرج، نتذكر مخارج الحروف، ونبين معنى مخرج الجو وحروفه. بداية خلينا نستذكر معا معنى المخرج. ذكرناه سابقا يا مس لما كنا بالخامس، تحدثنا عن مخرج الحروف وأخذنا أكثر من مخرج. ومخرج الحرف يا مس أقصد به مكان خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به. كيف أعرف مخرج الحرف؟ كيف بدي أحدد مخرج حرف القاف أو مخرج حرف الكاف مثلا أو غير ذلك؟ نضيف همزة قبل الحرف، وحيثما ينقطع الصوت يكون المخرج. نعطي مثال، لاحظ أنا ما حكيت قاف، قلت إق، إضافة همزة قبل الحرف. أين انقطع الصوت؟ عند أقصى اللسان، إق. تمام؟ ولذا مخرج الحرف مكان خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به، يعني وين ما بينقطع الصوت بيكون المخرج. واضح؟ طيب، ومخارج الحروف يا مس من قبل ذكرنا مخرج الحلق وأيضا مخرج اللسان. من مخارج الحروف مخرج اللسان، مخرج الحلق، ومخرج الشفتان، مخرج الخيشوم، ومخرج الجوف، وهو يلي إن شاء الله اليوم سيكون محور حديثنا. إذا قلنا مخرج اللسان، مخرج الحلق، مخرج الشفتان، ومخرج الخيشوم. ومن قبل يا مس درسنا بعض المخارج، وإن شاء الله اليوم سنستكمل بعض المخارج، ومخرج الحلق سيكون من هذه المخارج. قبل ما نبدأ بتعريف مخرج الجوف، خلينا بداية نقرأ الآيات الكريمة ثم بعد ذلك نستنتج معنى مخرج الجوف. قوله تعالى عما يتساءلون، قوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ياء واو ألف الهمزة آ أو إي. تمام؟ لو إجينا بدنا نبين المخرج عن طريق إضافة الهمزة، شو رح نحكي؟ أو إي إي. طيب، وهذه هي حروف مخرج الجوف. الألف الساكنة لو لاحظنا مفتوح ما قبلها، الواو الساكنة مضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. هذه هي حروف مخارج الجوف، الألف والواو والياء. ولكن حتى نميز الياء مثلا، الياء اللينة عن الياء الجوفية، هنا الياء ساكنة ما قبلها مكسور، يعني من نفس الحرف. تمام؟ ساكنة، ياء قبلها مكسور، واو قبلها مضموم، وألف قبلها مفتوح. هذه هي حروف مخرج الجوف. لاحظ يا مس الرسمة اللي أمامنا بتبين لنا الجوف، لاحظوا اللي هو المكان اللي لونه أخضر مكتوبة باللون الزهر الجوف. لاحظ فوق الخيشوم وأسفل الجوف يوجد لدينا الحلق، هنا اللسان والشفتان. هذه هي مخارج الحروف بشكل عام، نركز على مخرج الجوف. لاحظ هذا مخرج الجوف. ومخرج الجوف يا مس، الجوف هو الخلاء الذي يكون بين الفم والحلق مثل ما كان ظاهر عندنا في الصورة. تمام؟ الجوف هو الخلاء الذي يكون بين الفم والحلق. لما تقول آ أو إي، لاحظ آ أو إي، يأخذ هذا، أو لما ننطق هذه الحروف تكون خلال هذا الجوف أو في الخلاء الذي يمتد ما بين الفم والحلق. لاحظ آ أو إي. وقلنا يا مس واو قبلها مضموم، ياء قبلها مكسور، ألف قبلها مفتوح، واجتمعت في كلمة نوحيها. لاحظ نوحيها، واو ساكن قبلها مضموم،
ياء قبلها مكسور وألف قبلها مفتوح، واضح؟ وهذه الحروف تسمى الحروف الجوفية، لماذا؟ لأنها تخرج من الجوف. عرفنا يا مس لماذا سميت هذه الحروف حروف جوفية؟ لأنها تخرج من الجوف، واضح؟ آ أو إي، لاحظوا لما ننطقها كأنها بتنتشر في هذا الخلاء اللي هو الجوف. قلنا ما هو الجوف؟ الخلاء الذي يكون بين الفم والحلق، واضح؟ وهي الحروف الجوفية لأنها تخرج من الجوف. انتهى درسنا لهذا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا، وفي أمان الله.